يواصل مكتب أبوظبي للمقيمين منذ انطلاقته المساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز مجتمع غني بتنوع ثقافاته، والنتائج التي نشهدها اليوم تعتبر دليلاً على القدرات والإمكانيات التي وفرت خدمات وبرامج تسلط الضوء على الإمارة وجاذبيتها للمقيمين من جميع الجنسيات الذين يسعون للعيش بمستوى عالي الجودة، فضلاً عن كونها وجهة مميزة لاستقطاب المواهب واستبقائها، ما ينعكس بالتالي على التنوع الاقتصادي والتنمية. المكتب كمل 12 شهر الشهر الماضي. إنجازات المكتب عديدة، من أهم هذه الإنجازات عدد الاتفاقيات اللي تم توقيعها مع الجهات شبه حكومية والجهات الخاصة اللي تعطي ميزات لأصحاب الإقامات الذهبية الصادرة من إمارة أبوظبي. وأيضا إذا نتكلم عن نظام الترشيح للإقامة الذهبية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجنسية والهجرة، تم تطوير نظام متكامل. جاءت سلسلة الإنجازات التي تحققت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والتعاون الاستثنائي والدعم الذي حظي به المكتب من مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لضمان وصول المقيمين في إمارة أبوظبي إلى أفضل العروض والخدمات في وقت يستعد المكتب خلال الفترة القادمة للإعلان عن عدة مبادرات تعزز دمج المقيمين في المجتمع المحلي ودعم أصحاب المواهب. أهم المبادرات اللي تم إطلاقها من مكتب أبوظبي للمقيمين هي مبادرة مجلس المقيمين. مجلس المقيمين هو يمثل صوت المقيم في الإمارة، وهو عبارة عن أعضاء من الجهات الحكومية وأعضاء من الجهات الخاصة يمثلونها المقيمين من مختلف القطاعات. وخلال هذا المجلس يتم النقاش عدة مواضيع تخص الحياة اليومية للمقيم في الإمارة. مكتب أبوظبي للمقيمين تم تأسيسه لدعم مجتمع المقيمين المزدهر في الإمارة ووضع سياسات من شأنها تحسين نمط حياة كل من يقيم في أبوظبي في الحاضر والمستقبل. مكتب أبوظبي للمقيمين مكتب يساهم في تحسين حياة المقيمين في إمارة أبوظبي وتوفير الاستقرار والازدهار لهم. شمس المرزوقي لمركز أخبار قنوات أبوظبي من العاصمة أبوظبي.